السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مريم قريمة، رئيسة جمعية ابتسامة من أجل الجميع. اليوم لي كل الفخر والشرف والسرور أنني الحمد لله بمعية جمعية ابتسامة من أجل الجميع، بمعية الأفراد ديال الجمعية، الفنانين، الممثلين، الجمعويين، كاع الناس اللي حضروا معنا ودعموا هذا النشاط اللي من خلاله دخلنا الفرحة والبهجة والسرور على قلوب هذه الطبقة المهمة في المجتمع، طبقة ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، اللي قدموا لنا واحد الفقرات بمعية فنانين وممثلين مغاربة اللي اليوم كان لهم الفخر انهم يقدموا هذه الفقرات مع هذه الاطفال هذو. شكرا لكاع المحسنين اللي عاونونا في التنظيم، شكرا لممول الحفلات، المدير القاعه، لكاع الناس اللي كيساهموا معنا من قريب او من بعيد. الحمد لله كما شفتوا اجواء من الفرح، اجواء من السرور، جد فخورين على هذا الانجاز في الدوره السابعه ديال جمعيه ابتسامه من اجل الجميع في هذه الفقرات ديال هذا النشاط الخيري الثقافي الفني. شكرا لكم، شكرا للموقع اشواق على هذه التغطيه الطيبه، وان شاء الله الى الفرصه لاحقة تحية جمعوية خالصة. أول حاجة أنا فرحانة بتواجدي هنا في هذا الحفل الخيري اللي جاو فيه بعض بين الفنانين اللي كانوا حاضرين هنايا. صافي بليزير باش نكون، وجاتني دعوة من خلال الأمي ديالي السي مهدي بالخياط من الجمعية اللي كاينة هنا ديال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فعلا استمتعت مع هاد الأطفال هذوما اللي تبارك الله ما شاء الله القلب البياض والعفوية. أول حاجة مساء الخير وتحياتي للمتتبعي الموقع الإلكتروني أشواق، وتحياتي ليك نتايا كصحفي متألق. شكرا لك على الحضور للتغطية ديال هذا الحفل الخيري. معكم هدى إدريسي، ملكة جمال التراث والفولكلور، زناتة 2019. اليوم أنا جيت كضيفة وكمساندة لصديقتي ولأعضاء جمعية ابتسامة من أجل جميع الأطباء المستقبل لهذا الحفل الخيري اللي قاموا به لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنشكرهم هما جميع الفنانة اللي كيتعبوا واللي كيعطيو من وقتهم وكيتخلوا على بزاف ديال المسؤوليات ديالهم باش يجيو يدخلوا الفرحة والابتسامة على هاد الأطفال اللي محتاجيننا بزاف. وصراحة أنا ما نكذبش عليك، ملي كنشوف ناس بحال هكا كنتأكد وكيزيدوا يأكدوا لي على أن بلادنا فيها الخير ومازال فيها الخير الحمد لله، ومازال فيها ناس الخير وخاصة مدينة فاس. وكنوجه رسالة للفنانة المغنيين سواء أو ممثلين أو منشطين أنهم يعطيو من وقتهم واحد شوية لهاد الناس اللي محتاجين سواء دور العجزة أو الأطفال المتخلى عنهم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، يحاولوا على الأقل يدخلوا لهم غير البسمة فقط. معنويات راها أحسن حاجة وأحسن من الماديات، لأن المعنويات كتبقى مترسخة في الذهن ديالنا وفي القلوبة ديالنا، ولكن المعنويات كيتسالى وعندها فترة محدودة. الله يكثر أصحاب الخير، وتحياتي لكل واحد ساهم في إنجاح هذا الحفل الخيري، وشكرا لكم بزاف. إذا اليوم أنا جيت سعيد بحضوري معكم هنايا في هذه السهره الخيريه لفائده هاد الاطفال اللي بطبيعه الحال فوق ما كتوجه لنا دعوه ما كان ترددوش اننا نلبيوها. بطبيعه الحال لينا الشرف اننا نحضروا، وحنا كفنانين يعني بطبيعه الحال عندنا رساله فنيه وثقافيه وانسانيه ايضا للوقوف في بعض يعني في مثل هذه التظاهرات اللي هي كتعبر على الجانب الانساني للفنان. فالحمد لله نشطنا وضحكنا وغنينا مع هاد الاطفال اللي حنا كنعتبروهم منا، ولينا الشرف اننا نسعدوهم ولو لساعه ديال الزمن رفقه هذه الجمعيه اللي دائما اكل لها كل الاحترام لانها سباقه دائما لمثل هذه التظاهرات في شخص رئيستها لاله مريم قريمع. فشكرا لك لاله مريم على الدعوه، وكنتمنى مثل هذه التظاهرات تبقى دائما في مدينه فاس لاننا محتاجين لها ثقافيا فنيا وانسانيا. إشعاب هشام، ممثل دولي ومغربي متواضع. اسيدي كنوا هاد الناس اللي كيقوموا بهاد الاعمال ماشي كنقول خيريه وانما انسانيه، فين كيحس الانسان براسو راه كاين راه موجود، ماشي ما بقاتش في الابهات وبقات السيارات وبقات الصحاب. لا لا لا، هذا هو العمل الصحيح. عندك هادو وعندك الايتام والمتخلى عنهم والشيوخ والكهول والارامل والمطلقات، هادو كاع كلهم خصنا المجتمع ينتبه لهم. كنوه الدكتوره مريم على هذا العمل اللي كتقوم بها اتجاه جميع الشريحه الانسانيه داخل مدينه فاس او خارجها. وزياده على هذا، هذا بحال هذه الجمعيات هذه خص المجتمع المدني
يحس بهم ويساعدهم، لان هما هازين نص الحمل على المجتمع المدني من المساعده ديالهم والاعانات وكل شيء، حتى الوقت ديالهم كيضيع. ولكن هنيئا لهم وهنيئا لنا بهذا الناس هذو بحال هذنا. وكنهنئ الدكتوره مريم قريمه على هذه المجهودات ديالها والفريق ديالها وكاع الناس اللي كيساهموا في الخفاء، وهنيئا لنا بهم وشكرا والسلام عليكم.